السلام عليكم. اليوم نروح إلى ولاية جيجل، وبالضبط إلى بلدية زيامة المنصورية، لنوقف عن مدى تقدم الأشغال بمشروع المستشفى الاستعجالات الطبية بهذه البلدية، بلدية زيامة المنصورية. وأنا أشوف أنه المستشفى هذا لقي صعوبات كثيرة وكبيرة لإتمام الأشغال به، وهذا منذ أكثر من 10 سنوات. المشروع هذا راح يمشي بوتيرة جد بطيئة، ولا نعلم لماذا. والله شيء مؤسف أن نشاهد مستشفى يعني حيوي، يعني منشأة حيوية، تلقى هذا الإهمال اللي نتمنى إن شاء الله يكون فيه تدارك للوضع هذايا. والسلام عليكم.